انت يا عم اسلام كده بتحط ضغط على اللعيبه. لا يا جماعه، انا قلت لحضراتكم قبل كده، شكرا يا سمير على التمام، بعثه الاهلي تغادر مطار القاهره من اول الصبح لغايه ايه اللي بيحصل دلوقتي هنقول لحضراتكم. ولكن زي ما بتكلم معاكم دايما وزي ما بقول لكم ان لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس جدا، عندها خبره، لعبت مباريات كتير قبل كده في البطوله الافريقيه، خصوصا من يعني خلاص ده من 5 6 شهور انا كنت بلعب نهائي افريقيا قدام فريق كبير نادي الزمالك وكسبت نادي الزمالك وخدت البطوله التاسعه. النهارده او يوم السبت القادم هيبقى ان شاء الله الطريق او النهائي للبطوله العشر. انا لسه ما خدتش البطوله يا جماعه، اعذروني، انا لسه نادي الاهلي ما خدش البطوله. النادي الاهلي عنده مباراه يوم السبت القادم الساعه 9، هيكسب يا رب نص صفر، لو نص صفر ينفع اكسب يبقى انا خدت هذه البطوله، ساعتها هنبدا نحتفل وساعتها هنبدا نتبسط وهنحتفل معاكم وهنعمل كل حاجه. ولكن لغايه صفاره النهايه احنا بنساند وواقفين ورا الفريق، لان انت بتلاعب فريق وصل للمباراه النهائيه بجهده وبعرقه وبتكتك مدرب اول ثم باكستر المدير الفني الحالي، وده مسمينه ثعلب افريقيا. باكستر ده متسمي كده ثعلب افريقيا، ان هو بيعرف يكسب الفرق الكبيره والمباريات الكبيره ازاي. بالمناسبه في 2019 هو لو حضراتكم تتذكروا باكستر المدير الفني الحالي الكايزر تشيفز، احنا خسرنا في دور الثمانيه او في دور ال 16 كمان ال 16 مش الثمانيه، خسرنا في دور ال 16 من جنوب افريقيا. مين كان المدير الفني لجنوب افريقيا في ذلك الوقت؟ ها؟ باكستر. برافو عليكم. باكستر هو اللي كان المدير الفني لجنوب افريقيا، وبالتالي هو مدرب يعي ويعلم تماما قيمه النادي الاهلي، يعي ويعلم تماما هو هيلعب ازاي وعارف هو هيلعب ازاي. كسب الوداد هناك 1-0 في المغرب وتعادل معاه في جنوب افريقيا ووصل للمباراه النهائيه، وهو ده بالنسبه له الحلم. هو حلمه ايه؟ ان هو يلاعب النادي الاهلي ويصل للمباراه النهائيه ويكسب المباراه النهائيه. بالمناسبه هو ده حلم باكستر، وهو بيقوله في كل حته دلوقتي، بيقولوا في كل حته وفي كل الصحف وفي كل المواقع اللي في جنوب افريقيا ان هو عايز اكسب النادي الاهلي، ويبقى انا كسبت النادي الاهلي كبير افريقيا وكسبت البطوله الافريقيه اللي هتبقى تاريخيه بالنسبه لهم ككايزر تشيفز.